كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه، صباح الخير مشرف ومنور. واخر كريم عليك وعلى كل مشاهدينا. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله بفضل ونعم. الاول قبل ما نتكلم على اللقطه نفسها، انا بس التعليق اللي انا قلته ده، هل الكابتن محمد صباح كان بعيد فعلا عن اللقطه ولا كان قريب او كان غصب عنه في لقطه الكارت الاحمر؟ لا هو كان بعيد جدا، كان بعيد وده طبعا مش مقبول في اللقطه زي دي. اللقطه دي محتاج اقصى سرعه للحكم يبقى موجود في مسافه معقوله، ما يستناش القرار من المساعد. على فكره القرار اللي حسبه المساعد الحكم الاول احمد نفر بنحييه انه احتسب الركله حره مباشره للنادي الاهلي واشار انها بره المنطقه، ده الاشاره وكلمه انها بره المنطقه، وبالتالي هو اللي احتسب القرار هو الحكم المساعد. الحكم المساعد كان بعيد جدا في اللقطه وده حتى يعني لازم نتكلم فيها. انت محتاج حكم كبير زي محمد صباحي يبقى فت موجود في اللقطه، موجود في الصوره، موجود قريب وشايف ويحتسب. اي نعم القرار صحيح والقرار مظبوط، ركله حره مباشره وكارت احمر مش داخل منطقه الجزاء. يمكن اختلف مع حكم الفار لما استدعاه استدعاء خاطئ. كل عناصر الفرصه المحققه كريم موجوده، السيطرة على الكرة موجودة مع لاعب النادي الأهلي، الاتجاه العام للعب للمرمى موجودة. ثالث حاجة المسافة الموجودة عشان الفرصة المحققة موجودة، مسافة قريبة من منطقة الجزاء. العنصر اللي اختلف معاه الحكم الفار فيه اللي هو عدد المدافعين. صحيح عدد المدافعين، الحكم الصباح لما في الملعب بإحساس حكم احتسب ركلة حرة مباشرة وكارت أحمر، وكان بعيد طبعا المساعد أكيد ساعده في اللقطة دي. ليه كارت احمر؟ ليه مش انذار؟ احنا بنتكلم في التحكيم في اللقطه، دي بنقول نعتبر ان مفيش خطا، نعتبر ان اللعب مستمر من غير خطا، استحاله اللاعب رقم 4 هيلحق لاعب النادي الاهلي. صحيح. وبالتالي مع عدم وجود الخطا وبالتالي الفرصه المحققه، الاربع عناصر الفرصه المحققه موجوده والكارت الاحمر مستحق، وطبعا استدعاء خاطئ من حكم الفار. والصباحي لما راح شافها اصر على قراره وقراره صحيح، ركله حره مباشره وكارت احمر للاعب ياسر كامبلي. انا عايز بقى لما الكابتن محمد صباحي راح للفار وخد قراره وهو راجع، عشان دي ملحوظه برضه يا كابتن جهاد، انه الكابتن محمد صباحي خد وقت كبير وهو بيتفرج على اللقطه، واللي اهم بقى انه خد وقت كبير وهو واقف جنب الشاشه بتاعت الفار، يعني فضل واقف بيتكلم عن الناس اللي حواليه، رجوعه حتى للحاله مره اخرى رجوع بطيء جدا يا كابتن جهاد، حسيت انه بدنيا مش جاهز وكانه بيريح شويه. ما هو ده الكلام اللي بنتكلم فيه في التطوير اللي جاي. كده يعني الخبير الاجنبي اللي موجود عندنا اكيد بيتفرج في على ده، بيتفرج على اللياقه البدنيه وتحرك الحكام وسرعتهم ووجودهم قريبه من اللعبه، وفي نفس الوقت سرعه المراجعه والحاجات دي كلها، دي هتبقى اعتبارات موجوده او نقط موجوده الخبير الاجنبي اللي موجود هيشتغل عليها. اكيد هيشتغل عليها لان دي حاجات ملحوظه وواضحه للكل، وبالتالي دي نقط لازم هيشتغل عليها عشان يطورها. ده شغل اساسي في تطوير التحكيم الفتره اللي جايه. طيب وعشان برضو الراجل مثلا هو بيتفرج علينا دلوقتي هو وطاقم التحكيم ما يقولش ان احنا بنجلد في حاجات فرعيه، وان كانت مش فرعيه اللياقه البدنيه دي حاجه اساسيه في الرياضه عامه يعني، بس هم بشكل عام يا كابتن جهاد اداروا مباراه جيده النهارده. لا احنا ما عندناش اختلاف في القرارات الفنيه النهارده، احنا بنتكلم في حاجات يعني ممكن يعني هتبقى عنصر اساسي في لقاءات ثانيه في قرارات ثانيه. صح. لان البعد بالمنظر ده ممكن يديك النهارده انت اخذت قرار صح، لكن البعد واللياقه البدنيه وبنتكلم في البعد والوزن واللياقه البدنيه والحاجات دي كلها في ماتشات ثانيه هتفرق معاك في قرارات. صحيح. صحيح. اللي كنا النهارده بنشيد بالقرار وبنشيد بالاداء وبنشيد مفيش لقطه تحكيميه مؤثره على ريت المباراه. يعني كان في لقطه النادي الاهلي بيطالب بها ركله جزاء، لا هو كان موجود في موقف ممتاز وشاب بين اثنين لعيبه وقدر ان مفيش دفع مفيش ماسك للاعب النادي الاهلي في منطقه الجزاء. وطبعا التصوير واللي جالنا من الفار او اللي جالنا من التصوير التلفزيوني والاخراج التلفزيوني شفنا اللقطه من كذا اتجاه، وبالتالي خدنا القرار الواضح ان مفيش ركله جزاء للنادي الاهلي، فكان القرار بالنسبه لنا واضح. وبالتالي احنا بنتكلم على صوره واضحه على قرار واضح على وجود ان محمد الصباحي شايف ان بتوين الاثنين لعيبه، شايف خد القرار صح في مكان ممتاز. ده حاجه حلوه بنتكلم عليها مش مشكله خالص. كابتن جهاد جريشه انا بشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيمي الكبير، على توضيحات عن مباراه اليوم بين فريق النادي الاهلي وفريق ايسترن كومباني، مباراه بالتعادل السلبي.